أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن قول الجمهور وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قاتل المؤمن لا يكفر، فما هو الجواب على حديث سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر؟ كفر أصغر، يعني كفر أصغر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر أصغر. الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر، وهذا أصغر. نعم، بالأدلة الأخرى إن قاتل المؤمن لا يكفر، إنما يكون مرتكبا لكبيرة. والمسلم أو العالم وطالب العلم يجمع بين الأدلة، ما يأخذ الدليل ويترك الدليل الآخر، لا بد أنه يجمع الأدلة ويقارن بينها ويشوف. هذا ما يمكن إلا للعلماء، ما كل يفتي وكل يحكم على الناس، وكل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم اللي يعرفون كيف يجمعون بين الأدلة وكيف يستدلون. اللي ما عنده أهلية يتق الله ولا يدخل في الأمور هذه. نعم.